طبعا عندي حكايه نص ساعه وجيت امس ورجعت بلاسك ساعه طبعا استنى بديت نعرف عندي 20 سنه تو نعرف كيما هكا المحط انا طبعا عندي حكايه نص ساعه وجيت امس ورجعت معبي امس الصف حتى البر حتى الكياس البر نص ساعه ومازال الصف معناها تغسل البر ديجا نورمالمون نخدم اليوم انا كي تغبنا ما لما تغسل انت الصف البر الله غالب بلاسك ساعه توا نستنى في النقل سوسه تونس كي نشوف كيما كاين نخلط نقعد ساعه نستنى في النقل ومازال شري تربح يعني تنجم تقول ساعه اخرى ولا اكثر ما حتى معبي هذا عادي اكتظاظ راه اكتظاظ عادي هذا ديما كيما نحك هذيك هي مناسبات هذيك هي نورمال مو هذيك هي عاديه راه ايه فما تعطيل شويه ما هذيك هي الناس ما تنجمش من غادي دور فارغ زاد سبحان الله المازوت غالي برشا ما ينجملكش دور فارغ نظام المحطه موجود صحيح اكتظاظ هذيك هي الاسباب باش بديت نعرف عندي 20 سنه تو نعرف كيما هكا المحط هذه في المناسبات ديما كيما هكا سواء في عيد سواء في راس عام كيما هكا مناسبات الكل ديما كيما هكا بالنسبة للحالة اليوم عادية معنا ما يمس فما اكتظاظ شوي وقع التنسيق ما بين الغرفة والإدارة الجهوية للنقل بالقيروان وعلى رأسها السيد المدير الجهوي وعوانه وجونا هنا للمحطة والتحقوا بالمحطة وعطوا التراخيص من الصباح للسيارات الشريط الازرق والشريط الاحمر زاد كيف عطاهم كل معنا خرج الولايه معنا ما الاكتظاظ نقص بصفه كبيره واليوم عاديه اليوم بالنسبه لليوم ما عندناش اكتظاظ في المحطه فمش اكتظاظ امس نهار اثنين وعطوه نهار الاحد نهار واحد جانفي ونهار السبت زاد نهار 31 سبت 31 ونهار لحد واحد ويمس الاثنين المشكورين الاداره الجهويه للنقل وقع زاد التنسيق مع شركه النقل هم يجيبوا لنا حتى يهزوا من هنا نبعث في الركاب للكيران معنا والله هي بالنسبة كل مناسبات راهي توقع كما كاي راهي كل مناسبات توقع راهي في كامل الجمهورية راهي في الحالة هذه وان شاء الله زاد ان شاء الله طالبين ان شاء الله ربي يسهل في الامر 2202 للسواق وان شاء الله ربي يسهل لهم باش الاسناد ان شاء الله ان شاء الله احنا نستنوا ماذا بينا ونفرحوا لكل الناس كل ان شاء الله الناس كل تفرح الحياة فام الحياة فام زهرة الحياة